ومن غزة ينضم إلينا دكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة. دكتور حسام، مرحبا بكم. إلى أين تتجه المؤشرات في قطاع غزة الآن؟ هل تتجه إلى تصعيد أم تهدئة أم ماذا بالضبط؟ في البداية صباح الخير. يعني المشهد الذي شاهدناه، مشهد العروسة، يؤثر كثيرا في قلوب البشر، فلا نعلم أين هو مجلس الأمن وهذه الجلسة التي كنا نعول عليها إلى حد ما كفلسطينيين أن تخرج بإدانة للاحتلال وبقرارات تلزم وتجبر الاحتلال. للأسف الشديد حتى اللحظة مؤشرات التصعيد ما زالت قائمة، جهود التهدئة أيضا ما زالت قائمة، ومصر وقطر والأمم المتحدة تبذل جهودا. وبالأمس يعني دخل على الخط الوسيط الأمريكي من خلال وزير الخارجية القطري، واتصالات على أعلى مستوى من أجل احتواء الموقف، والسيد إسماعيل هنية تنسيق أيضا عالي مع الأمين عام حركة الجهاد الإسلامي أبو طارق النخالة. الجهود تبذل، ولكن نحن أمام إجرام كبير للاحتلال الإسرائيلي. هذا الإجرام لا يمكن أن يتم دون مزيد من الضربات، لأنه واضح أنه الاحتلال مصر على القتل. كل يوم اغتيالات، قصف مناطق مدنية. نتكلم عن مدينة حمد، هذه المدينة ذو الكثافة السكانية العالية، تم قصف شقة وقتل قائد في سرايا القدس. لذلك الأوضاع ما زالت مرشحة للتفجير ومرشحة للتصعيد دون سقوط سيناريو العودة إلى الهدوء، انطلاقا من مجموعة من الأسباب. يعني الجهود المصرية المشكورة والمقدرة في الموضوع يعني تنطلق من رؤية أن الهدوء والعودة إلى الهدوء هو في إطار الحفاظ على المدنيين والحفاظ على الأمن في قطاع غزة. وأيضا الخلاف في ملف التهدئة حتى اللحظة هو أن ما قدم في ملف التهدئة هي فقرة واحدة وفقط، هو هدوء مقابل هدوء. هذه المعادلة غرفة العمليات المشتركة صراحة ترى أنها معادلة ممكن أن تنجز هدوءا في هذا التوقيت، ولكن ستفجر الأوضاع بعد ذلك، أي بمعنى لا تعالج جذور المشكلة ولا تعالج الملف الأساسي وهو الاغتيالات. سياسة الاغتيالات طالبت الفصائل الفلسطينية من الوسطاء أن يتم يعني وضعها والتكفل بها، وأن يتم إيقاف هذه السياسة وهذا القتل الممنهج بشكل أو بآخر. ربما تقديراتنا نحن كسياسيين نقول التالي: عندما نتحدث عن الاتفاقيات، إسرائيل صراحة لم تلتزم بأي اتفاق وقعته من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود نقضوا التعهدات إلى اتفاق أوسلو الذي رعاه العالم تقريبا أجمع، دولة ولا دولتين لم ترعى أوسلو في العالم، وانقلبت عليه. لم ترعى اتفاق مصر الذي رعته في وفاء الأحرار، اعتقلت نص الأسرى. لم ترعى اتفاقات التهدئة في الحروب السابقة، لم ينفذ أي بند، وبذلك إسرائيل منقلبة وتنقلب على القانون الدولي. طيب. وعلى كل القرارات الدولية، فبذلك ضبط الموضوع. لكن دكتور دجني، لماذا لا تريد إسرائيل أن تلتزم بوقف الاغتيالات؟ هذه ديدن الاحتلال، واضح أنه الاحتلال يريد أن يبقي موضوع الدم الفلسطيني خارج أي معادلة، لأنه هو ينطلق من نظرية ميكافيلي التي تقول إذا أردت أن توحد مجتمعا فاصنع له عدوا خارجيا. وواضح أن إسرائيل تقتات في وحدتها الداخلية وفي ترتيب بيتها الداخلي على الدم الفلسطيني. لو كانت دولة تحترم القانون الدولي وتريد للاستقرار أن يسود وتريد للسلام أن يعم وتريد للتعايش أن يعني يكون هو سمة المرحلة كما تدعو بعض الدول، في تقديري توافق على كل شيء، توافق على أكبر من وقف الاغتيالات، توافق على الانسحاب من الأراضي المحتلة، توافق على وقف الاستيطان، وهناك قرار 2334. وبذلك إسرائيل هذا ديدنها، وبذلك تصر على بقاء الاغتيال، أو على أقل تقدير أن لا تضع هذا البند وتلزم نفسها. صراحة نحن في يعني تحت احتلال، ولسنا دولة مقابل دولة، وبذلك عندما نكون تحت احتلال هذه الاتفاقيات الذي يجبر الاحتلال هو مسألتين: قوة الشعب الفلسطيني سواء قوته في وحدته وقوته في قوته العسكرية وقوته الشعبية ومقاومته. وبذلك هذا هو الذي يلزم الاحتلال.